السلام عليكم طلاب، شلونكم؟ طبعا هذا السؤال مع العلاج الكيميائي اللي ردتو اللي اجى بالفاينل بالدور الاول. A four agent dosage regimen termed MOPP for the treatment of Hodgkin lymphoma لمعالجة اللمفوما. هاي مقدمة السؤال. Includes the following drugs taken over a 28-day cycle. دورة هذا العلاج مدة 28 يوم، ومنطينا العلاجات اللي هي ميكلوريثامين 6 ملي جرام بالمتر المربع نستخدمها باليوم الأول وباليوم الثامن، فينكريستين 1.4 ملي جرام بالمتر المربع هم باليوم الأول والثامن، بروكاربمزيبين وبريزيلون هم منطينا كمياتهن بالمتر المربع باليوم ونستخدمهن من اليوم الأول إلى اليوم 14. لازم نفرق هاي الفارزة، معناها إنه نستخدم بس باليوم الأول واليوم الثامن. هذا الخط معناها إنه هاي الأيام اللي بينهن كلها مشمولة، يعني 1 إلى 14، يعني نحسب 14 يوم. فنبدأ هسه المطلوب. إيش قايل؟ قايل calculate the total number of 5 milligram tablet of brazilone which should be dispensed to treat patient with a height مطينة الارتفاع أو الطول of 180 سنتيمتر and weight of 100 كيلوغرام during the course of one treatment cycle. وبي calculate the total number of 50 milligram tablet of procarbazine which should be administered to treat the same patient during the course of a 3 treatment cycle. هسه نجي نفسر السؤال. طبعا اول شيء راح قسمه الى قسمين، فرع A وفرع B. طبعا كل فرع راح احله فيديو على جهة. اول شيء نجي A، calculate the total number of 5 ملغرام تابلت، يعني يقول انه التابلت جرعتها 5 ملغرام of brazilone which should be dispensed اللي لازم اصرفها حتى اعالج patient ارتفاع 180 سنتيمتر ووزنه 100 كيلوغرام. اجيش احسب لما انه قايل لي العلاج بالمتر المربع، فلازم اطلع PSA بما انه مطيني علاج بالمتر المربع، فلازم اطلع PSA. PSA شو تساوي لحسب القانون؟ PSA تساوي تحت الجذر height الارتفاع في الويت على 3600. طبعا هنا مسهل اياها، مطين اياها الوحدات موجودة 180 سنتيمتر والويت 100 كيلوغرام، لا احتاج احول ولا ابد. فاجي اكمل هنا الحل رأسا، نجي 180 سنتيمتر في 100 كيلوغرام على 3600، راح يصير عندي 180 تقسيم 36 بالحاسبة، 180 5 جذرها راح يطلع هذه البادي سيرفيس اريا 2.23 او صير 24. نجي PSA تساوي 2.24 متر مربع. هذا طلعنا ال PSA. اجي هو ايش طالب من عندي؟ يا علاج طالب عندي البريزيلون. اجي للبريزيلون ايش قايل؟ قايل لي انا اعطيه 40 ملي جرام بالمتر المربع. انا ما اريده بالمتر المربع الواحد، اريده بالبودي سيرفيس اريا للجسم كله. فاجي اسوي نسبة وتناسب، اقول انا عندي 40 ملي جرام بالمتر المربع، زين اذا انا عندي 2.24 متر مربع ايش قد راح تصير الجرعة؟ اكس اكس تساوي هذا الرقم اضربه في 40، نفسه موجود بالحاسبة في 40، راح يطلع 89.44 ملي جرام. 89.44 ملي جرام هذا البريزيلون. زين انا ايش كم يوم استخدمته؟ هو ايش منطيني بالسؤال؟ منطيني قايل لي 40 ملي جرام بالمتر المربع باليوم، استخدمناه من اليوم الاول الى اليوم الرابع عشر، يعني مده 14 يوم. ف
فهذا العدد اللي طلع عندي لازم أضربه في 14. أرجع أعيد، ليش أضربه في 14؟ لأن هنا منطيني الجرعة بالمتر المربع باليوم الواحد بالدي، فلازم أضرب في 14 لأن أنا راح أستخدمه لمدة 14 يوم. أجي أضرب هذا العدد اللي عندي نفسه هنا أضربه في 14، طلع لي هذا العدد 1252.2 تقريبا، أحطه يساوي 1252.2 ملي جرام. هاي كمية البرازيلوني اللي أنا استخدمتها. هو إيش طالب من عندي بالسؤال؟ قايل لي calculate the number of 5 ملي جرام تابلت، يريد عدد الحبايات مال البرازيلون، كل حباية بيها 5 ملي جرام أصرفها للمريض حتى تكفي هاي الجرعة اللي هو منطين إياها بالسؤال اللي أنا طلعتها شقد. فأقول له إنه الحباية الوحدة 1 تابلت شقد بيها؟ بيها 5 ملي جرام. زين، إذا أنا عندي 1252.2 ملي جرام، إيش كم تابلت راح أحتاج؟ X تابلت. أجي أسويها نسبة وتناسب، X إيش راح يساوي لي؟ هذا العدد اللي عندي تقسيم 5، هذا العدد نفسه من الحاسبة تقسيم 5، طلع عندي 250.4 أو تقريبا قربها صير 251 حباية. هذا هو الجواب 250.4 أو نقول تقريبا يساوي تقريبا 251 تابلت. راح أعيد لهذا الفرع بصورة سريعة. إيش طالب من عندي هو؟ فرع أي قال لي calculate the total number، يريد عدد حبايات البرزلون اللي أنا لازم أصرفها حتى عالج patient مطيني ارتفاعه ومنطيني الوزن مالته خلال course of one treatment cycle، خلال دورة واحدة. زين، خلال الدورة الواحدة أنا قد أستخدمه؟ قلنا إحنا ما نستخدمه كل الأيام، فاستخدمناه مدة 14 يوم. أجي أطلع الـ PSA أول بداية بسيطة من قانونها، بما أنه مطيني 40 ملي جرام بالمتر المربع فلازم أطلع الجرعة بالـ PSA اللي أنا طلعتها، طلعناها هنا، طلعت باليوم الواحد أضربها في 14 لأن أنا هنا دا أستخدم العلاج مدة 14 يوم. زين، طلعنا الكمية الكلية اللي أنا أحتاجها. أجي أرد أطلع عدد التابلتات، فأقول هو التقايلي بالسؤال كل تابلت بخمسة ملي جرام. زين، إذا أنا عندي 2252 ملي جرام أريد هنش كم تابلت أحتاج؟ أسوي نسبة وتناسب ويطلع هذا عدد التابلتات. إن شاء الله افتهمتوا. هسه نجي الفرع بي. فرع بي قايل لي calculate the total number of 50 ملي جرام تابلت of procarbazine which should be administered. نفس المطلب هنا طالب مني فرع أي، طالب من عندي عدد حبايات البرازيلون اللي أحتاجها حتى تكفي الجرعة. هنا هم نفس الحالة، قايل لي أريد عدد حبايات البروكاربازين which should be administered اللي لازم أصرفها حتى أعالج نفس البيشنت خلال during the course of three treatment cycle. هنا مو خلال دورة واحدة، خلال ثلاث دورات راح أعيد للعلاج. نفس الفكرة تقريبا، أجي هماتيا أطلع العلاج اللي هو مطلوب بروكاربازين، أطلعه بالـ PSA اللي أنا طلعتها. الـ PSA أنا هنا طلعتها بهذا السؤال 2.24. راح أحل السؤال بورقة ثانية. البروكاربازين شقد عدي؟ 100 ملي جرام بالمتر المربع بدي أستخدمه من يوم واحد إلى يوم 14، فأجي أقول له 100 ملي جرام بالمتر المربع. إذا أنا عندي 2.24 متر مربع إيش قد؟ إكس. إكس تساوي 100 في 2.24، نفس الفكرة بالضبط، راح تطلع 224 ملي جرام. 224 ملي جرام، هاي خلال إيش قد؟ هاي خلال اليوم الواحد.
لازم شو اسوي؟ هم اضرب في 14. ليش؟ لان دا استخدم انا مدة 14 يوم، وهنا هم مطيني اياه بالدي باليوم الواحد، فمن شفت هاي لازم اضرب في 14. الرقم نفسه اجيبه اضربه في 14، طلع 3136. زين، 3136 ملي جرام، هذا استخدمته خلال 14 يوم. زين اني هاي ال 14 يوم خلال دورة واحدة، هو ايش قايل لي بالسؤال؟ ارجع للسؤال، قايل لي انا ما اريده خلال دورة واحدة، اريده خلال 3 treatment cycle. اركز على هاي هنا 3 treatment، يعني خلال 3 دورات، فلازم هنا ارجع اضرب هاي الكمية اللي طلعت عندي في 3، لان هاي الكمية انا طلعتها الدورة واحدة، اجي اضربها في 3، هذا الرقم نفسه اضربه في 3، طلع 9408 ويساوي 9408 ملي جرام. هنا تقريبا وصلت لنهاية السؤال، ما عندي اقول. انت قايل لي هنا، أنا قايل لي انه التابلت الوحدة جرعتها 50 ملي جرام، فاجي اقول له واحد تابلت 50 ملي جرام. زين، اذا انا عندي كمية 9408 ملي جرام، ايش كم تابلت راح يصيرن؟ نفس الشيء، نسبة وتناسب تقسيم 50، راح يطلع 188.16 تابلت. راح اعيد هذا الفرع بصورة سريعة، نفس الفرع اللي قبله بالضبط، ما بيشي. ايش قايل لي هو هنا؟ قايل لي calculate the total number of 50 milligram tablet of procarbazine which should be administered to treat the same patient during the course of 3 treatment cycle، خلال 3 دورات. اجي انا اول بداية احسب الدورة الواحدة وبعدين اضرب في 3. شلون حسبت الدورة الواحدة؟ اول شيء منطيني العلاج هو شنو؟ قايل لي استخدم 100 milligram بالمتر المربع، انا ما اريده بالمتر المربع، اجي اسوي نسبة وتناسب ويا ال PSA اللي عندي. طلعت هنا، طلعت الكمية، طلعت 224، ضربت هذا في 100 طلعت لي 224. هاي ال 224 مال يوم واحد، اجي اضرب في 14، لان انا العلاج ده استخدمه مدة 14 يوم خلال الدورة الواحدة، ضربت في 14، خلصت طلعت هذا الرقم. بعدين ايش قايل لي بالسؤال؟ قايل لي اني اريد العلاج تطيل لمدة 3 دورات، مو دورة واحدة، ارجع اضرب في 3، لان مو دورة واحدة اني اخذت 3 دورات، طلعت هذا الرقم. لهنا نحل السؤال، ايش قايل لي؟ قايل لي ايش كم تابلت انطي؟ كل تابلت جرعتها 50 ملي جرام، اجي اقول له هي التابلت الوحدة جرعتها 50 ملي جرام، اذا انا عندي 9408 ملي جرام، هذين ايش كم حباية يصيرن؟ نسبة وتناسب قسم على 50، وينحل السؤال. ان شاء الله افتهمتوا.